رابع قسم هندسة الموال. السلام عليكم، أمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية. استكمالا لما تم طرحه في المحاضرة الفيديوية التعريفية السابقة، فإن قابلية المادة على امتصاص الصدمة أو ما يعرف بالتفنص يمكن قياسه وإيجاده بعدة طرق، منها ما يمثل المساحة تحت منحني إجهاد انفعال في اختبار الشد. ونلاحظ من المنحنى أنه لا يشترط أن تكون المقاومة عالية سترينث عالي حتى تكون التفنص عالية. فبعض المواد تمتلك مقاومة عالية مثل مواد البريتل، لكن مقاومتها للصدمة أو للكسر واطئة، في حين تتمتع مواد أخرى بتفنص عالية رغم أنه السترينث يكون أوطأ من مواد البريتل. وعادة هذه المواد دكتلتي تكون ذات التفنص العالي. إن مقاومة المادة للكسر تعتمد على الآتي: Rate of Loading، كما شاهدنا في الفيديو السابق كلما زادت سرعة السيارة مثلا قلت مقاومتها للصدمة، أي إن عامل Rate of Loading، وهذه ملاحظة مهمة جدا، يتناسب تناسبا عكسيا مع التفنص، في حين إن درجة الحرارة بزيادة درجة الحرارة تزداد ductility للمادة، وبزيادة الدكتلتي مثل ما عرفنا سابقا سوف تزداد التفنص وتكون مقاومتها أكثر لصدمة. وهذا ما تم ملاحظته يعني حتى في الفيلم السابق لتايتانك أو المنصة إليكسن، حيث أن انخفاض درجة الحرارة ساهم إلى حد ما بتحول المادة من دكتلتي إلى بريتل، وهذا يعني أن درجة الحرارة تتناسب تناسبا طرديا مع التفنص طبعا والدكتلتي أيضا. أما العامل الثالث النوت أو الحز، وجود الحز يعجل من الكسر، وبما أن التفنص هي مقاومة المادة للكسر لذا فإن التفنص تتناسب تناسبا طرديا مع وجود النوت. العلاقة بين السترينث والتفنص، هناك مخططات جاهزة تعرف مخططات آشبي، سهل من العملية اختيار المادة وفق التطبيق، يعني تعتمد على التطبيق. فإذا كان التطبيق مثلا يستلزم منا إيجاد مادة ذات تفنص عالي ومقاومة عالية سترينث عالي يعني، فإننا نختار مادة معدنية. أما إذا كان التطبيق يتطلب منا مادة ذات مقاومة عالية والتفنص مو مهم بالتطبيق، نختار مادة سيراميكية مثلا، وهكذا حسب التطبيق. ففي تطبيقات مثل السيارة يتم استخدام مادة الستيل أو معدن الستيل، ذلك لأن متانته عالية ومقاومته عالية، وكذلك في المنشار والمطرقة يتم استخدام مواد معدنية ذات مقاومة عالية وذات تفنص. عندنا ملاحظات عامة حول المخططات على واحد، ممكن نقول هناك نوعين من الإجهادات: الإجهادات اللي تخص مقاومة المادة واللي هي مثل الالتيمنت السيجما ييلد سيجما انديورنس، وهاي الإجهادات يتم قياسها عمليا وليس لها علاقة بالشكل، يعني شكل المادة شكل التطبيق ما يعني اللي يعني هو المادة نفسها. الإجهادات الأخرى اللي هي دائما يختلط حتى على طلاب دراسات مرات عندنا، الإجهادات الأخرى هي الأبلاي ستريس واللي هي الأكسيال والبيننج والبيرنج وغيرها والشير ستريس، وتفشل المادة متى ما كان الأبلاي ستريس أعلى من الماتيريال ستريس. الملاحظة الثانية، نلاحظ أن أغلب المواد السيجما ألتيمت في التنشن تتساوى مع مقاومة الانضغاط في المواد على العموم، أما في المواد السيراميكية فإن مقاومة الانضغاط أعلى من الشد. طبعا هناك ظاهرة تسمى ظاهرة باشنجر اللي يكون السيجما ييلد في التنشن لا يساوي السيجما ييلد في الكومبريشن. الملاحظة الثالثة ممكن أن تعزى أن زيادة المقاومة سترينث عادة ما تعني نقصانا في التفنص في أغلب المواد. وهناك طريقتين لقياس خواص التفنص، أولهما طريقة الإمباكت وتكلمنا عنها سابقا في الفيديو، وبين هناك طريقتين هي الايزود، قلنا هناك الايزود والشالبي وحسب المقاييس العالمية التي طبعا ما مطلوب الارقام ليست الحفظ، يعني الاي اس تي ام اي 370 الاي اس تي ام دي 256 وغيرها غير مطلوب الحفظ، لكن للاطلاع فقط كستاندرات. نصحح بعض المفاهيم بانه فحص الامباكت لا يعني فقط بقياس طاقة الكسر او الامتصاص،
ممكن نستفاد من عنده معرفة درجة حرارة التحول الترانزيشن تمبرتشر من البروتل إلى الدكتلتي. المادة ذاتها ممكن تتحول من مادة هشة إلى مادة لينة، درجات حرارة أعلى طبعا، درجة حرارة طبعا من مادة إلى أخرى، ودرجة الحرارة تلك تمثل درجة حرارة التحول قلنا عليها ترانزيشن تمبرتشر. باستخدام عينات من نفس المادة بدرجات حرارة مختلفة ممكن نعرف درجة حرارة التحول. أما عن الفرق بين اختباري التشاربي والآيزود، من الملاحظ أن شكل العينة وقياساتها طريقة تثبيتها مختلفة، وكذلك اتجاه الحز بالنسبة للمطرقة ممكن يشوفون هناك اختلاف. متانة الكسر الفراكشر تفنس اللي تم شرحها في السنة السابقة بمادة تحليل الإشادات، أستاذ علي عبد يمكن يشرح لكم المادة هذه، لكن راح نلخص جزء منها. انه يفترض العالم جريف ان الماده تتكون من مايكرو مليون كراك، والطاقه اللازمه لانتشار الشق هي السبب الرئيسي في الفشل والكسر، وان وجود الكراك او الفويد ممكن ان يولد ما يعرف ب ستريس انتنسيتي فاكتور، والذي هو سيكون كراك انيشيشن ومن ثم كراك بروبيكيشن. اما عن انواع التحميل فكما نلاحظ هي ثلاثه: المود الاول ويدعى الاوبن مود، المود الثاني ويدعى السلايد مود، والنوع الثالث او المود الثالث يدعى التير مود. وهناك طرق لقياس مقدار الكي اي سي، منها استخدام عينات السي تي اللي تكلمنا عنها في الفيلم السابق، او استخدام الاس اي ان بي سبيسمن. الفرق بينهم واضح من الشكل، السي تي سبيسمن تعتمد على فحص التنشن، ومن هذا المنطقة يبدأ الكراك انيشيشن، أما الاس اي ان بي فإنه تعتمد على فحص البيندينج، والنوتس في هذا المكان أيضا راح تكون عندي كراك انيشيشن في هذا المكان. الجدول اللي نلاحظه طبعا هذه المعادلة تعني مقدار الثيكنس للعينات وفق تلك المعادلة. الجدول اللي نلاحظه هذا الجدول ليس للحفظ طبعا، للاطلاع ولمعرفة مقدار الكي اي سي. فمثلا يعني لحل المثال الآتي اللي يطلب من عندنا أن نخمن طول الكراك في التوربين المصنوع من أكسيد الألمنيوم أثناء تعرضه لإجهاد مقداره 300 ميجا باسكال. لاحظ عند تطبيقنا المعادلة السابقة اللي هي ذكرناها سابقا اللي هي تخص الفراكشر تفنس، الكي اي سي يساوي الواي في السيجما في تحت الجذر الباي في الاي في الكراك، طول الكراك الواي مقدارها واحد، السيجما هي مقدار 300 ميجا باسكال من السؤال، الاي هو اللي طول الكراك هنا لانه ليس نصف طول الكراك انما طول الكراك باعتباره كراك عند الحافه. الكي اي سي من الجدول للمادة، وقلنا كل مادة لها كي اي سي خاص بها، فمقدار الكي اي سي للالمنيوم اوكسايد راح يكون عندي في هذا الجدول. نلاحظ المقدار هو عبارة عن الحد الأدنى 2.7 ميجا باسكال في متر أس نصف. تطبيق للمعادلة تطبيق بسيط جدا، ونقدر نلقى طول الكراك. المحاضرة القادمة إن شاء الله أو تكمل المحاضرة راح نتكلم عن الفيسكو إلاستيك ماتيريال، عن فحوص الكريب اللي ماخذيه سابقا في مادة الفحص في المرحلة الثالثة، وراح نتكلم عن فحص جديد اللي هو ستريس ريلاكسيشن، ومن ثم موديلات رياضية لضم مواد الفيسكو إلاستيك اللي تعتمد على السبرينج والداشبورد.